نرحب بكم مشاهدينا الكرام في الفقرة الثانية من فقرات برنامجكم عاش الشباب. فقرتنا هي عن البيئة وكيفية الحفاظ على البيئة. طبعا البيئة دي شيء مهم جدا وضروري، وكل ما بنحافظ عليها بنضمن ان احنا نعيش في حياة صحية سليمة. ولكن للأسف بعض الناس بيهملوا في الموضوع ديت وبيستخدموها بيستخدموا استخدام غير سيء في النيل وبيلقوا كذا. احنا في جمعيات نشأت في هذا الإطار، جمعيات متخصصة من أجل الحفاظ على البيئة. وهيكون معانا ضيفنا الأستاذ محمد قد، رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة البحرية بالقاهرة. فعلا يا محمد، زي ما محمد قال ان البيئة دي نعمة ربنا حبانا بيها، يجب المحافظة عليها، لان البيئة دي احنا بنعيش فيها، وبالتالي لما نعيش في مكان حقيقي يصلح ان احنا نعيش فيه لأدميتنا اكيد طبعا بيأثر علينا وبيأثر في نفسيتنا. وهنتكلم النهاردة عن دور بعض الجمعيات في المحافظة على البيئة اللي ما بتبقاش واضحة لكتير من السادة المشاهدين. النهاردة هيكون ضيفنا استاذ محمد قطب السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة البحرية، هيكلمنا عن دور الجمعية وأنشطتها. اهلا بك يا استاذ محمد، منورنا. أهلاً أهلاً. في البدايه استاذ محمد، عايزين نعرف من حضرتك دور جمعيه الكشافه البحريه في حمايه مجال البيئه. والكشافه البحريه من انشائها بتمارس كل انشطتها في الخلاء في المسطحات المائيه. تمام. احنا بالنسبه ان احنا كشافه بحريه كل انشطتنا بتكون تجديف، شراع، غطس، سباحه. فبنستخدم المسطحات المائيه اللي في مصر في الخلاء. ما بنطلع نخيم بنستخدم المحميات، محميات ولادنا لما بيوصلوا للاماكن ديت طبعا بيشوفوا حاجات يعني شبه سيئه من بعض الافراد اللي كانوا بيزوروا المحميات او بيكونوا موجودين على احد. هو عدم استخدام الصحيح للمكان نفسه، القاء المهملات والفضلات والكلام ده. فطبعا احنا اولادنا متعودين او علمناهم او اتربوا على ان المكان اللي يبقوا فيه يبقى احسن مما كانوا فيه. اكيد طبعا. بنروح بنلاقي بعض القاء القمامه والمخلفات من الناس. أكيد. احنا بنحاول يعني على قد ما بنقدر، طبعا ما بنقدرش نعمل الكم الكبير. اكيد. بنعمل في حاجه في المعسكر اسمها خدمه عامه. الخدمه العامه للمكان اللي بنيجي فيه شعارنا نترك المكان احسن من مكان. احسن من مكان. تمام. والحمد لله في معظم المحميات والاماكن اللي بنزورها بنجمع اطنان. وده بيدي انطباع طبعا استاذ محمد، لينا سؤال عايزين نوجهه لحضرتك. ايه انشطه واجبات رجال الكشافه على وجه العموم؟ يعني ايه دورهم حضرتك؟ هو كل المنتمين للحركه الكشفيه في بدايه انتمائهم للكشافه في وعد او قسم. الوعد ده بيقول أعد بشرفي أن أبذل جهدي في أن أقوم بما يجب علي نحو الله ثم الوطن، وأن أساعد الناس في جميع الظروف، وأن أعمل بقانون الكشف. يا سلام. الكلام دوت لما بيتربى عليه الفتى أو الطفل أو الشاب فعلا بيسيب أثر في الشاب دوت، وبيبقى مميز بالنسبة لزمايله، فدايما بيبقى في صورة أجمل لأنه أحسن. فعلا بيبقى منتمي لوطنه بطريقة أكبر، بيبقى مفيد في مجتمعه، اصحابه في الحي اللي هو فيه بيشوفوه فعلا حد فعال، دايما في مدرسته، دايما في شغله بيكون مميز في كل شيء. اكيد طبعا يا استاذ محمد. طب حضرتك دلوقتي قلت لنا ان انتوا بتكونوا في المسطحات المائيه والاماكن دي، ايه الاماكن اللي حضرتك توجهتوا ليها وفعلا بالفعل قمتوا فيها بنشاط لعمليه نظافه فيها؟ احنا في عندنا مشروع مستمر من فتره كبيره جدا اللي هو مشروع نظافه النيل. نظافه نهر النيل. طبعا لازم نركز على ان ده طبعا معروف طبعاً. نهر النيل ده شريان الحياه في مصر. الحاجات المستمره معانا على طول. اكيد. في بعض المحميات برضو بالشغل فيها كتير جدا. كان من ضمنها محميه راس محمد. استاذنا محمد، حابين نعرف من حضرتك ايه مشروعاتكم ومخططاتكم القادمه في مجال البيئه؟ ان شاء الله احنا في عملنا في سيمينار لاعداد الخطه ل 2021، عملنا حوالي 50% من انشطتنا اللي جايه ان شاء الله تكون لخدمه البيئه. عملنا لجنه، اللجنه دي مهمتها انها تستكشف لنا المحميات اللي موجوده في مصر. هو فيها حوالي 31 محميه، منهم 13 محميه فعاله. كلام عظيم جدا. ان شاء الله اللجنه بتاعتنا دي هتقوم تاني باستكشافها تاني، وتشوف الطلبات اللي احنا محتاجينها ان احنا نقدر نعمل فيها عمليه نظافه ووقايه. طب استاذ محمد، هل جمعيه الكشافه بتحتاج لدعم؟ ولو فعلا هي محتاجه لدعم، ايه نوع الدعم لاستكمال مسيرتها اللي بتحتاجه؟ والله احنا الكشافه البحريه ليها 11 مركز تدريب على نهر النيل. انت مش هو تتكلم. الكشافه البحريه ليها 11 مركز تدريب على شواطئ النيل او على صفاف النيل، وليها 26 فرع على مستوى الجمهوريه.
احنا الحمد لله اغنياء بشبابنا واولادنا، لكن بينقصنا شيء اللي هو الادوات المساعده لنظافه الاماكن ديت، وبعض بعض الدعم المادي اللي هو بيساعدنا على الانتقالات. سؤالنا الاخير استاذ محمد، ايه الرساله اللي حضرتك حابب توجهها لكل الشباب من اجل الحفاظ على البيئه؟ والله انا عايز اقول لكل شاب ولكل مواطن مصري، اعتبر وطنك ده بيتك، بيتك ده عايزه يبقى شكله ايه؟ حاجه جميله، تمام، حاجه نظيفه، فيعني تخلي بالك منه، لان فعلا ده عنوان بيتك، هو عنوان وطنك، حاجه مشرفه. في نهايه حلقتنا انا بتوجه بالشكر الى الاستاذ محمد قطب، رئيس مجلس اداره جمعيه الكشافه البحريه، حضرتك شرفتنا النهارده، وبشكر زميلتي رشا. لا بنشكرك يا استاذ محمد، في نهايه شرفتنا النهارده، لكم منه كل التحيه والتقدير. شكرا لكم ولكل الشهداء المشاهدين. كان معكم محمد العربي، كل سنه وانتم بخير. حضرتك عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده، عاش عاش الشباب اللي بيبني بعرقه مجده، عاش عاش الشباب اللي بيهزم اي يأس مهما شافه، عاش اللي شايل حلم بلده همها فوق كتافه، عاش الشباب عاش الشباب عاش الشباب عاش الشباب.